بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا متابعي قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتعرف ناخد مع بعض حاجة هتعجبكم، بنستخدمها في الفساتين السواري والفساتين العادية حتى الكاجوال، اللي هو الكم الفليم العادي اللي هو ليه كشكشة اهو، بيبقى الكم العالي ده، تمام اهو زي كده شايفينه، بيبقى في موديلات طبعا كتير، في خروج وفي سواريهات اهو، يمكن الصورة دي واضح شوية. ده بيبقى في السواري، بيبقى في برضه في الفساتين العادية الكاجوال، يعني مش شرط ان هو يكون في السواري بس، تمام. طيب هنيجي نتعرف ازاي هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا في الطبيعي ان انا باخد الطول بتاع الكم بتاعي من هنا، باخده من هنا، من طبعا النقطة بتاعتي اللي بتاعت الكتف لغاية الطول كده، وايدي زاوية كده مش مفروضة، لأ باخده من هنا لهنا صح. ومثلا هيكون مثلا الطول بتاعي بتاع الكم بتاعي مثلا 60، مثلا 60، فانا هزود قيمة الكشكشة وارتفاع الكم، الباف العالي ده الفيليم بتاع الكم، الارتفاع بزوده على طول الكم اللي هو الايه الاساسي. يعني مثلا انا عايزه اعمل، طبعا الكشكشه بتاعت الكم دي بتبدا مثلا من 5 سنتي، يعني فاهمين، كل ما انا عايزاها عاليه بزود، ممكن اعملها 8، ممكن اعملها 10، ممكن توصل لاكتر من 10 15، ده لو انا عايزاها عالي قوي، لان في فساتين سواري بتبقى عاليه جدا، تمام. طيب انا يبقى انا لو انا عايزاه مثلا 5 وانا الكم بتاعي اللي انا خدته 60، يبقى انا كده هجيب كم القماشه بتاعتي طولها 65. طب انا عايزه مثلا الكشكشه دي 10 سنتي، يبقى انا هجيب 60 زائد 10 70، يبقى انا كده الكم الاساسي عندي بتاعي الطول الطبيعي 60، وانا بضيف عليه القيمه بتاعه الكشكشه بتاعتي، خلاص تمام ماشي. طيب هاجي كده اجيب القماشه بتاعتي بتاعه الكم، طب احنا متعودين بناخد مقاسات الكم، دوران الكم بتاعي زائد ال4 سنتي اللي هم الاساسي الثابتين عندي اهو، تمام. ده الطبيعي اللي انا بعمله. طب قبل ما اشتغل وقبل ما اعرف فين الكم بتاعي، انا مثلا هنا مزوده للكم بتاعي دوت مثلا 8 سنتي، خلاص هاجي كده اعلم ال8 سنتي او ال10 سنتي او ال15 او ال5 براحتي، بعلمهم كده الاول ده قيمة الكشكشة اهي يا جماعة، قيمة الايه الكشكشة عشان اللي خلاص. طيب هبدأ هنا، ده كده من اول هنا كده، ده الكم بتاعي الطبيعي، فانا هعمل ايه؟ هتنيهم كده كأنهم مش موجودين، تمام، كأنهم مش موجودين خالص، هشتغل على الكم بتاعي الطبيعي خالص، اللي هو بجيب بقى كأني بجيب محيط الدراع عادي خالص اهو، بقسمه على الاتنين وبجيب النقطة بتاعتي من هنا، تمام، وبقيس طبعا من هنا ال13 سنتي بتوعي، وباخد ده الكم بتاعي الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، وبقسم هنا على الاتنين، وكل نص يا جماعة بقسمه ايه؟ بقسمه نصين، هنا بطلع 1 سنتي وهنا بنزل 1 سنتي، وبوصلهم ببعض كده، خلاص كده. طبعا ده ايه؟ الكم بتاعي الطبيعي خلاص. هاجي بعد كده من هنا، دي ايه الاسوره بتاعتي على حسب ما باخدها خلاص، وبوصل الكم ده النقطه دي بالنقطه دي، خلاص ده الكم بتاعي. هاجي بعد كده اروح فارده الكشكشه بتاعتي اللي انا اصلا عامله حسابها، خليكم بقى معايا هعمل ايه. هاجي من النص الحد تقريبا او قبل النص بحاجه بسيطه، دي هتبقى زي ما هي. هو يا جماعه الشكل ده عباره عن ايه؟ عبارة عن ان الجزء ده اللي هو راس الكم اللي هي بتبقى عند الكتف هي اللي بتبقى مرفوعة، يبقى معنى كده هي الجزء ده عندي هو راس الكم، هو اللي هتترفع فوق، فانا هرفعها ازاي؟ هرفعها كده، هجيب دي زي ما هي، قلنا هحدد الاول انا هطلع منين، هطلع من نص الحر ده مثلا، وهطلع كده شايفين اهو، يعني دي كده خلاص اتلغت، يبقى انا هطلع كده خلاص كده يا جماعة، دي قيمة الكشكشة اللي عندي خلاص كده. هاجي اقص بقى عادي خالص اهو، هقص طبعا من جنب، بسيب زيادات بتاعتي طبعا زي ما احنا متعودين، هاجي اقص بقى من هنا، هقص على الرسمه يا جماعه، الخط الاورنج ده زي اللي انا رسمته، مكان ما انا رسمت هقص خلاص اهو، خلاص كده، وهعمل له فرد هنا زي ما انا متعوده خلاص. طيب طريقه تركيبه هنشوفها، طريقه تركيبه ازاي، خلاص كده يا جماعة، ده الكم بتاعي اهو، وده شكله خلاص كده يا جماعة. طيب انا كده الكم بتاعي، انا هاجي كده ادي الدرس بتاعي مثلا، ادي امامي وخلفي عادي خالص اهو،
خلاص هجيب حردة الكم بتاعي. انا متعودة ان احنا بنعمل ازاي، بحط وش على وش وبحط الفرد على خياطة الكتف وبخيط كده. لا المرة دي العكس، المرة دي العكس، ان انا هشتغل من تحت، من تحت من هنا يا جماعة كده، من تحت لفوق العكس. انا كنت الاول بجيب من عند خياطة الكتف وامشي كده، لا المرة دي العكس. طيب قبل ما ابدأ الخياطة يا جماعة، انا اللي بحدد انا عايزة الكشكشة بتاعتي من فين لفين، انا اللي بحدد. طبعا يا جماعة الكشكشة بتبقى عند راس الكم من فوق، مفيش كشكشة بتبدأ من تحت الابط بتاعي، تمام؟ فانا اللي بحددها. انا مثلا اجي اعلمها مثلا كده على البعد اللي انا عايزاه، 5 6 براحتي خالص، واروح معلمة هنا زي ما اعلم هنا هعلم هنا، يبقى الاتنين في نفس المستوى بتاعي. واروح عاملة كده فرد عليها، هاي كده اروح عاملة فرد عشان مكان ما هبتدي مكان ما هفصل، يعني هقف اصلا بالخياطة لغاية الفرد اللي انا عملته. انا عملت هون فردين يا جماعة، تمام. هاجي ابدأ بقى الخياطة بتاعتي من تحت الابط الاول، هخيط كده اهو، نشوف هنخيط ازاي. هبتدي خياطة من هنا من تحت الباط كده، وهمشي بيها لغاية فين، لغاية الفرد اللي انا عملته على الدريس بتاعي. خلاص اهو اهو، هقعد اغير لغاية الحدة بتاعت الفرد بتاعي اللي عند حردة الابط بتاعتي اللي في الدريس نفسه اهو، وهقف. هكمل بقى الناحية التانية برضه، انا كده حاطة وش على وش يا جماعة، ماشي. هقعد برضه اخيط اهو. اهو لغاية الفرد، خلاص يا جماعة تمام. هيتفضل عندي الجزء ده يا جماعة، الجزء ده بقى انا اللي هكشكشه عشان يبقى ايه، يتركب في الكم. هكشكشه ازاي؟ الكشكشة دي ليها كذا طريقة ان انا ممكن اعمل بيها الكشكشة. في دواسة كشكشة بتعمل للمكن بس الصناعي اللي هو الكبير، لو ما عنديش دواسة كشكشة ان انا ممكن اوسع غرزة المكنة لحد مثلا اكبر غرزة عندك 5، وخيطي الجزء ده بيها كده، وهتيجي بطرف من طرف الخيط وتروحي شداه، هتلاقيها اتكشكشت معاكي خلاص. طيب ما عنديش، بالخيط والابرة كده يا جماعة، ابسط الامور مفيش مشكلة خالص اهو، ان انت هتيجي تعملي بيها ايه، الكشكشة بتاعتي، تمام. كلها هكشكشها كلها يا جماعة لغاية النهاية اهو يا جماعة، كده خلصتها لغاية اخر، من اول هنا لغاية هنا الجزء اللي احنا عملناه. هشد طبعا، بصوا بالخيط اهي، هشد الخيط هتلاقيه كشكشت. طبعا انا عايزة الجزء اللي مكشكش ده قد الجزء اللي باقي من ايه، الفستان، يعني المفروض ده يبقى قد ده، لو طلع كبير عليها هقعد اكشكش فيه لغاية ما يساوي الجزء ده اهو، يبقوا قد بعض خلاص. طيب انا كده خليتهم قد بعض. طيب ان انا لازم احط، خليني كده انا كنت عامله فرد للكم بتاعي اهو، اكون حريصه ان الفرد برضو يبقى عند خياطه الكتف، بحيث ان الكم يا جماعه ما يلفش مني خلاص. وهبتدي اخيطه اهو، اخيطهم بقى ببعض خلاص اهو. خياطته سهلة جدا وبسيطة ومش معقدة، يعني الناس بتحسبه صعب، هو مش صعب. وطبعا دي كذا طريقة إيه، وطبعا برضه ممكن تعملي بس اسهل ليكي طبعا ما تعملي بطرون وورق والكلام ده، بتوصلي لنفس النتيجة. بس في حاجات طبعا بيبقى لازم فيها بطرونات، بس الحاجات دي بتبقى ان شاء الله كل حاجة تبقى سهلة عليكم من غير بطرون. انا انتهيت من خياطة الكم خلاص. هاجي بقى المفروض ان انا هعمل ايه، ان انا هخيط بقى الجناب بتاعتي، احط طبعا كده عشان اخيط الكم بتاعي، بحط خيط الابط على خياطة البط زي ما احنا متعودين بقفل. انا عايزة اقفل الكم يا جماعة، اقفل الكم واقفل الجناب العادي بتاعي عشان اوريكم شكل الكم في الاخر ايه اهو. المفروض ان انا هخيط كده، ده الخط بتاعي اللي هو خياطة الكم بتاعي، ان انا هخيط الكم بتاعي تمام، وخيط الجناب بتاعتي. ده عشان اقفل حاجة عادي خالص، ده التقفيل بتاعنا الطبيعي. واعدله يا جماعة كده، قلبوا الناحية التانية، اعدله خلاص. وده بيبقى شكل الفيليم بتاعه اهو، يا رب يكون واضح اهو. ادي الدريس بتاعي عادي خالص اهو،
شكله يا رب يكون واضح بالنسبة لكم. طبعا احنا اتفقنا ان الارتفاع ده حسب ما انت عايزة، عايزة اعلى بتكبري، عايزة اقل بتصغري المسافة اللي انا بضيفها على طول الكم. واهو يا رب يكون شكله واضح، شكله جميل جدا اهو. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل عليكم. إيه لو الفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولايك لو عجبكم الفيديو يا ريت لايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل. ويا رب يكون كل حاجة سهلة عليكم، ومعلش اتأخرت عليكم المرة دي. تمام اهو، يا رب يكون عجبكم. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.